السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خرجنا من الصباح بدري علشان نعمل لكم لفة بالسيارة في مدينة عدن، وأول شيء عملنا إن إحنا رحنا إلى مقهاية عبدان وشربنا أحلى شاي موجود في عدن من مقهاية عبدان. فخلوكم معاي لآخر الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو. هذا أحسن أنواع الشاي في عدن، الشاي العدني من مقهاية عبدان. اللي يجي عدن ليفوتوا زيارة مقهاية عبدان، ودايما يعطيك نص. إذا بغيت نص تقول له شاي نص نص، يعني أحلى شاي. وكمان في شاي مليان، يعني يكون الشاي أكثر والحليب أقل، يعني يكون مركز. أحلى شاي عدني عنده. ونحن الآن في حافة حسين، وهذا مسجد حسين الأهدل من أقدم مساجد كريتر، وسميت حافة حسين نسبة إلى حسين الأهدل اللي بنى هذا المسجد. هذا هو المسجد، مسجد الأهدل. نحن الآن متجهين إلى جولة الميدان اللي فيها مقهاية زكو. هذا هو الشارع اللي فيه شارع الكهربائيات اللي بيبيعوا فيه أغلب محلات الكهرباء. شوية هنا قدام وتجينا أقدم مقهاية فيك يا عدن، وهي مقهاية زكو. وهذه الجولة دحين بنلف على المنطقة اللي كانت فيها محطة الباصات زمان، ومحطة التكاسي هنا تحت اللي موجودة تحت الأشجار هذه كانت. وبنطول شوي وبنحصل أمامنا كمان المحطة الجديدة، ولكن في اللفة ما بنلفش، بنطول زيادة وبنوصل على أقدم من السينمات القديمة، أو أقدم سينما موجودة في عدن. أعتقد أن اسمها كان سينما مستر حمود. اللي عارف اسمها بالضبط ياريت يخبرني، لأنه الأسماء كثيرة حق السينمات كانت موجودة وتلخبطت علي الأسماء. فإذا حد يعرف اسم السينما هذه ياريت يكتب لنا في التعليقات ويعرفنا على اسم السينما. مطعم ريم، وهذا مطعم ريم. أحسن كده، أحسن كده عنده. وهذا الخسار. كيف البيوت القديمة حق عدن؟ شوفوا البيوت القديمة هذه، كلها بيوت قديمة في عدن. الله، شوفوا كيف تتميز بهذه الستائر البيضاء. عدن دائما كانت الستائر البيضاء هذه. شوف البيوت، بيوت عدن القديمة.
هذا هنا جدد. هذا كمان هنا يبدا الخساف. هنا يبدا الخساف. هذه العماير الجديده وهذه العماير القديمه اللي فيها البلكون الشب والخشب. شوفوا كيف كانت تبنى مباني عدن القديمه. شوفوا هذا البيت الخشب هذا قديم. هذه المباني القديمه حق عدن هذه كلها قديمه. هذه القديمة اللي جنبها طبعا بعضهم عشوائيات، أما هذون الحجر اللي فيها بلكونة خشب هذه القديمة. هذه القديمة حواري عدن أو حوافي عدن القديمة كلها كانت أسماءها لطوائف أو ديانات أو مهن أو قادة عظام، فما زالت موجودة هذه الحوافي بأسمائها القديمة، وفي بعضها تغيرت الأسماء إلى أسماء جديدة، ولكن بقيت هذه الحوافي بنفس الاسم، يعني ما زالت الناس تتداول الاسم القديم. بعطيكم أمثلة على ذلك، مثلا موجودة حافت اليهود. حافت اليهود أو حارة اليهود كانت تسكنها الأسرة اليهودية من أصل يمني، وكانوا تقريبا حوالي 300 أسرة يهودية، طبعا كلهم طلعوا من عدن، وكانوا يسكنون في منطقة كريتر، وكانت الحافة حقهم اسمها حافة اليهود، وما زالت هذا الاسم لحد الآن موجود أو متداول حتى اليوم رغم ان اليهود هاجروا من عدن. كمان في شارع اسمه شارع البهرة، وهو يعني كانوا اكثر سكانه من الطائفة البهرية، ولكن ما زالت لحد الان اسمه سوق البهرة او شارع البهرة او حافة البهرة. كمان في حافة البنيان برضو طائفة هندية البنيان، كذلك حافة الفرس والكشوش، وما زالت هذه الحارات لحد الآن، حافة اليهود، حافة الفرس والكشوك والبنيان، وكل هذه الأسر الموجودة في عدن اعتنقت بعدين الدين الإسلامي وبقيت في عدن. جينا من الخساف لشارع عروة، هذا شارع عروة. بين جبلين، بوابة عدن بين جبلين، بوابة طبيعية سبحان الله. الجبل جبل العقبة، you
الآن بننزل من عقبة المعلة، بننزل أو من عقبة عدن إلى المعلة، هذه المعلة اللي تحتنا، ونتوجه بعدها إلى الشارع الرئيسي. من هنا نبدأ بداية المعلة، وهذا هذا المكان يسمونه معلة، أعتقد معلة دكة، لأنها خلفها يجي الدكة أو الميناء، ميناء البضائع طبعا. وهذا الشارع هو شارع الدكة، وبعده بالضبط يجي حافة أو الشارع الرئيسي، شارع مدرم. المبنى الكبير هذا اللي أمامكم على الجهة اليسار، هذا مبنى المحافظ، يعني المحافظة. وبعدها بنبدأ الآن في الشارع الرئيسي بندخله. طبعا هذا الجولة، أنا عملت لكم جولة في الليل، ولكن هذا الجولة الصباح، ونتعرف على الشارع الرئيسي في الصباح. بالمحب نلتقي في ليل مظلم واسود، والظلام الهوى نتذكر شهور وزمان، حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان. مثل ما تشوفون الشوارع كلها هادئة، ما في سيارات، الناس كلها في البيوت، المحلات مغلقة، لأن هذه الجولة عملت لكم إياها جولة صباحية، والناس مياه علشان تشوفون عدن في النهار. إن شاء الله تكون عجبتكم هذا، وفي الأخير إن شاء الله تكون عجبتكم الجولة واستمتعتوا.
بالزيارة في عدن. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو وشيروه مع الأصدقاء.